أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الأستاذ حبيب صاحب أشق فاشن. أهلا وسهلا، نورتنا ونورت شاشة قناة ABC العربية. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا أشكر عليكم وأنا أشكر على كل المشاهدين في قناتكم، وأنا مبسوط لأنتم جاي عندنا في الشركة مالنا هنا. أنا مشكور عنكم زيادة. وأنا أصلا من أفغانستان في السنة 1984 نحن جايين هنا في البلد هذا. ما شاء الله، يعني من وقت طويل. من وقت طويل، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، لين هذا 30 سنة 35 سنة عيشنا حياة فرحان. الحمد لله عيشنا حياة فرحان فرحان فرحان، يعني في الآخر للنهاية نحن فرحان عن هذا البلد، ونحن فرحان على هذا على هذا الشغل، والحمد لله يعني عمرنا كله طيب الحمد لله. أستاذ حبيب، خبرنا أكثر عن سبب اختيارك دولة الإمارات العربية المتحدة لبدء مشروعك الخاص فيه. والله صراحة في الوالد مالي الله يرحمها قبل هو نازل في الشغل مال عبايات، أول واحد شركة مال عباية في العجمان مالنا احنا. ما شاء الله. كان اسم مالها مؤسسة النصر للعبايات، أول واحدة شركة، ما كان إلا شركة ثاني بس واحد شركة مالنا احنا. بعدين هذا الشغل مال الوالد أنا مشيت فيها وقدمته وقدمته وقدمته، الحمد لله يعني حصلنا نتيجة حلو وفرحان فيها الحمد لله. الحمد لله. خبرنا أكثر عن الخدمات أو المنتجات اللي بتقدمها للعملاء أستاذ حبيب. نحن عندنا الحمد لله في الحالية في العجمان عندي محلات، في الشارجة عندي محلات، وفي دبي عندي محلات، او عن قريب ان شاء الله نحن فاتحين ابو ظبي. والحين هذا الخطه الجديده الحين شغلات اكثر من محلات صار على الاونلاين. صحيح، كل حد يحب الشغل يكون على الاونلاين عشان كل حد يشوف داخل التليفون او داخل هذا، يحبون يشوفون هذا وسهل وايد سهل، يقدر يشوف على كل المواصفات مال شغل، او يقدر يشوف كيف كواليتي مال شغل، كل شيء موجود داخل الاونلاين. اللي فتحنا شركه مال الاونلاين الحمد لله الحمد لله، يعني انا اشوف افضل نتيجه من محلات في الشغل الاونلاين، النتيجه مالها افضل وايد، النتيجة مالها أفضل وقت. طبعاً مع سهولة الوصول لجميع الأجهزة في هذا الوقت اللي إحنا فيه حالياً، أكيد شغل الأونلاين صار له دور كبير، خصوصاً بعد جائحة كورونا. أيوة. أستاذ حبيب، مثل ما بتعرف سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافسة الشرسة اللي فيه من جميع المنافسين. أيوة. خبرنا أكثر عن الشيء المميز اللي بيميزك عن باقي منافسينك. أنا أقول لك يعني في الـ في الـ في الخطة مال نحنا، في الخطة مال عبايات، يعني أفضل شغلات شركة اللوزان ما شاء الله عليها، يعني شركة وايد حلو، شركة مالها وايد حلو، شغلات مالها وايد حلو، أو باقي فيه شركات، يعني باقي فيه شركات، يعني أنا أحس بالفكرتي أو بال 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 بالخبرتي الشركة مال لوزان الحين بالنسبة شو طف بالهذا في شغلاتنا طوب. والحمد لله نحن بعد بنحاول يجي شوي فوق في السوق، ويريد يعني نحن بنحاول بنجحت في هذا الشغلاتنا، او بسوي خدمات حق زبايننا وايد عشان نرفع الشغل ونوصل نشوف كل العالم لشغلنا، وان شاء الله بنوصل هذا كل شيء. ان شاء الله طبعا نتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح. شكرا لك استاذ حبيب. خبرنا اكثر عن الرؤيه والهدف لأشق فاشن. أشق فاشن هذا احلامي، هذا الأحلامي أنا أبغى في حياتي، هذا كان حلم مالي أنا يكون شيء داخل سوق وحد عارفني. عشان هذا دخلتها في البيزنس مال أونلاين، أو إن شاء الله يعني كل الوقت بس عشان الشغل، كل الوقت عشان الشغل. ليش أبغى نرفع الشغل أو نبغى ناس تشوف أو ناس تأكد؟ الحمد لله شوف داخل إنستغرامي نحن اللي تواصل مع الزبائننا، كومنتات مع الزبائن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل الزبائن مبسوطين ومبسوطين عن شغلنا أو مبسوطين على الـ على الـ على الموعدنا، والحمد لله هذا شيء أهم شيء حق الشركة طبعاً. يعني هذا أهم شيء حق الشركة. أكيد أكيد. الزبائن تبعتنا كلهم مبسوطين عنا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طبعاً الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة النعمة التي يحسد عليها بصراحة جميع من يطلع على هذه الأرض. الحمد لله الحمد لله. حابين يعني نتكلم عن الأمن والأمان. أنا بقول لك واحد شيء، هذا الأمن والأمان
هذا بيتنا، هذا بلدنا، أو أنا مشكور عن هذا الشيوخنا، أو أنا مشكور عن الكبارنا. الحمد لله، يعني أنا في حياتي أنا ما فكرت أنا من أفغانستان، هذا بيتي، هذا بلدي، أو هذا الأصل بيتي. صحيح، 30 سنة أنا أعيش في هذا بيتي. يعني أنا إذا أحب، أولا أنا أحب هذا بيتي، بعدين أفغانستان. هذا البلدنا الحمد لله معروف في كل العالم، معروف، ما في حد بقول لك. الأمن الأمان ما شاء الله عليهم، سلوب مالها ما شاء الله عليهم، تاريخ مالها ما شاء الله عليهم. هذا مو أنا، كل العالم يعرف. صحيح. لا فيها داخل ولا فيها حد يقول كلام، ما فيها شيء، ما في مجال، ما فيها مجال. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أو يريد من رب العالمين تكون أكثر من هذا وأكثر من هذا وأكثر من هذا. آمين يا رب. آمين إن شاء الله. طبعا في نهايه الحلقه بنحب نتشكرك على ظهورك معنا، نورتنا ونورت شاشتنا. الله يبارك فيك. حابين نعرف كيفيه الوصول والتواصل مع إشق فاشن. إشق فاشن عندنا الانستغرام، انك تقدر انتم تشوف في ارقام تحت مال ارقام التواصل، ارقام التواصل موجود تحتها، او 24 ساعه في خدمتكم. يعني 24 ساعه هذا المستثمر، يعني ما بكون بريك داخل هذا ولا واقف، شغال 24 ساعه، يقدر يسوون اشتراك عليها واي خدمات عليها 24 ساعه يقدر يسال عنهم. ان شاء الله. انا مشكور عن تلفزيونكم، عن قناتكم، وأنا المشكور لكل العملاء يشوف هذا البرنامجنا، أو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اللي في أحلامي أو بيصدق إن شاء الله. إن شاء الله. ومشكور مشكور مشكور عن كلكم، مشكورين. إن شاء الله. إن شاء الله. نورتنا أستاذ حبيب. إلى هنا أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.